معايا عبر الهاتف الآن الكابتن محمود كوكو، حارس مرمى منتخب السويس المتألق جدا، اللي قاد فريقه لفوز كبير ومفاجأة كبيرة قدام فريق فيوتشر النهارده في كأس مصر. كابتن محمود صباح الخير، مشرف ومنور ومليون مبروك. ازي حضرتك يا استاذ كريم؟ تحياتي ليك وتحياتي لمستمعينك الكرام. النهارده انت اسمك بيتردد في كل الأماكن، في كل القنوات، في كل المواقع، في حارس عظيم عندنا اهو كمان، يعني مش عندنا بقى محمد الشناوي ومحمد ابو جبل الحراس اللي بنشوفهم في منتخب مصر، ده احنا عندنا حراس عظماء في كل الاماكن في كل الدوريات، فتهانينا ليك، النهارده عملت مباراه كبيره ومحترمه. انا بشكر حضرتك وبشكر حاجه على الكلام اللي حضرتك قلته عليا وعلى النادي، ومصر بلد ولاده وطول عمرها بتجيب حراس كبار وعظام، وده مش غريب على مصر يعني، وعلى الحراس بتوع مصر وعلى لعيبه مصر يعني، الحمد لله رب العالمين. قول لي النهارده المباراه دي بالنسبه لك، اكيد وانت داخل انت عارف انك بتلعب مع فريق واحد من اقوى فرق الدوري السنه دي، عنده امكانيات كبيره جدا واسماء كبيره جدا من اللاعبين، هو كان متصدر مجموعته في كاس الرابطه وماشي بشكل كويس جدا في الدوري، فانت عارف انك بتلعب مع فريق كبير، كنت متصور انك هتوصل للمرحله دي؟ والله احنا كنا جايين مركزين عشان نعمل حاجه، احنا عارفين ان فريق فيوتشر فريق كبير لازم نديله حقه، وعارفين ان هو اخر مباراه في الدوري فاز على فريق سموحه باربع اهداف، وكان جاي من معنويات مرتفعه جدا وجاي من توب فورم، وهم موجودين كانوا في اعلى فورم قبل ما يلعبونا، واحنا كنا عارفين ان هم فريق كبير وكمان جايين بمعنويات عاليه بعد الفوز على سموحه باربع اهداف يعني، واحنا عارفين ان هي كانت مباراه صعبه، احنا جايين وعارفين ان هي مباراه صعبه. احنا كابتن نبيل محمود اتكلم معانا وقال مش مهم شكلنا ازاي، اللي احنا هنلعب ازاي، ممكن نقفل ممكن نقرب مساحات شويه، لكن المهم اللي احنا نقدر في الاخر نوصل لهدفنا المنشود ونقدر نجتاز عقبه فيوتشر يعني، كان والحمد لله اللي ربنا اكرمنا ووفقنا وقدرنا نعمل كده يعني. طب قول لي في نوعيتين من الحراس، في حارس مرمى بيذاكر الخصم قبل المباراه فبيشوف كل لاعب بيشوط فين او بيسدد فين، وفي حارس مرمى تاني بيتوقع، يعني بيبقى امكانياته التوقع بشكل جيد، انت من انهي واحد؟ بس حضرتك هو المشكله ان مفيش داتا لفيوتشر متاحه للعيبه اللي كان بيشوطهم اول مره يلعبوا ضربات ترجيح. هو في الدوري اللي كان بيشوط ناصر ماهر واحمد رفعت تقريبا، فدول اللي كانوا ممكن متاحين تتفرج عليهم وتشوفهم. فانت اعتمدت على توقعك بقى. توقعي وان انت تقدر الحمد لله تقدر تجبر اللي قدامك او تهيئه يلعب لك فين، انت ممكن انت ممكن توجه اللعيب في الزاويه اللي يلعب لك فيها، لعيب فيوتشر لعيبه كبار، ولو لازم تكون بتلعب معاهم بذكاء، لو لعبت معاهم بدون ذكاء وبدون خدعه ممكن ما تقدرش تتصدر لاي ضربه جزاء، لان هم بيستنوا بيلعبوا البلانت هو في زاويه وبيستنوا كمان على حركه الحارس، فلو انت ما لعبتش كويس واستنيتهم للاخر ممكن ما يبقاش عندك فرصه انك تصد حاجه، لكن الحمد لله في الاخر ربنا اكرمنا يعني، واللي احنا سعينا له حصل يعني، الحمد لله رب العالمين. كابتن محمود كوكو حارس مرمى منتخب السويس مليون مبروك وبشكرك شكرا جزيلا، فوز مفاجئ وكبير على فريق فيوتشر اليوم بضربات الترجيح.